رفع سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام أسميات التهاني والتبركات إلى جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعياده الوطنية المجيدة. وأعرب الرميحي في افتتاحه مهرجان العيد الوطني في حلبة البحرين الدولية عن فخره بما تشهده المملكة من في أعيادها المجيدة من ملحمة وطنية رائعة تعكس روح الألفة والوحدة الوطنية والانتماء للوطن في إطار الالتفاف الشعبي حول القيادة الرشيدة والاعتزاز بمكانة المملكة كواحة للإشعاع الفكري والثقافي والحضاري ونموذج يحتذى به في الإصلاح والديمقراطية وسيادة القانون والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة. هذا وأكد الرميحي حرص وزارة شؤون الإعلام على إبراز مظاهر الاحتفال بالأعياد الوطنية في مختلف وسائل الإعلام والاتصال وتعبير عن نبض المواطنين في تجديد العهد والولاء لجلالة الملك المفدى ودعم حكومته الرشيدة في خططها وبرامجها نحو ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق المزيد من الإنجازات والإصلاحات المضيئة في سائر الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية. عارضة رددت قصائد لم تخرج عن طابعها التراثي وألحان اتخذت مسارا لتنقل مشاعر الفرح والسرور احتفالا بالعيد الوطني المجيد ليتسارع كل محب ومخلص لوطنه أن يعبر عن ما يلج في داخله بأسلوبه الخاص وعلى طريقته المثلى بما يتواءم مع حجم ذلك الفرح الذي تكنه الأفئدة. فبكل تأكيد لا يوجد شيء يعادل حب الوطن، حب المملكة الذي توسط في قلب كل مواطن ومقيم على أرض الوطن. أنا أهني حكومة البحرين شعبا وحكومة بمناسبة العيد الوطني المجيد، وأهني كل شخص احتفل في هاي اليوم المجيد. وأنا صراحة أنا سعدني هالفترة هذه بذات هاي السنة فكرة اللي هو تنظيم أكثر من فعالية في أكثر من مكان عشان نقلل من نسبة الزحمة، نقلل الحوادث عشان الناس تتوزع. حابين نهنئ جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء ولي عهده بمناسبة ذكرى العيد الوطني المجيد. جايين المهرجان هني نحتفل بالعيد وجايبين الأهل معانا وما شاء الله وايد تنظيم حلو. أبارك للقيادة الرشيدة بالاحتفال بالعيد الوطني المجيد وتشرف ان انا اكون جزء من هالفعاليات. وطبعا يعني الاحتفال في الفورمولا شيء وايد طيب اني نستانس احنا والربع ويون الاهل هني يستانسون. العادات البحرينية والتحف الفنية التراثية حجزت مكانا لها بين اروقة المهرجان لتؤكد على تراث البحرين وعراقته وانه يجب الحفاظ عليه ونقله من جيل إلى جيل. أنا من السنين في صناعة الإدلال، السيوف، الخناجر، مرشات، وحرصنا أنني في العيد الوطني يعني الفعالية حتى نراوي حق خاصة الأجانب يعني شو هاي تراثنا، شلون طريقة الدلة، شلون طريقة الخنجر مثلا يعني. حاليا قاعدين نشارك بمهنة حرفية قديمة في البحرين، يعني ممكن تقولين 3000 و4000 سنة قبل الميلاد، ولا زالت يعني منتشرة في قرية عالي، وحابين نحن نطور هذه الشغلة. لحظات زاهية عينتها الأعين بمجموعة واسعة من الفعاليات التي تناسب جميع أفراد العائلة، وأبرزها الحفلات الغنائية ومعرض للتسوق يحتوي على محلات للبيع والعرض بمجموعة واسعة من المنتجات بالإضافة إلى البرامج الترفيهية. من افتتاح فعاليات مهرجان العيد الوطني المجيد بحلبة البحرين الدولية يجمعنا هذا المكان بمختلف الفئات العمرية التي جاءت من مختلف أرجاء المملكة لتعبر عن حبها وولائها لمملكة البحرين. وكل عام ومملكة البحرين حكومة وشعبا بخير. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.